يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. موضوعنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا على الغرس الجديد ديال الشجر. وصلنا دابا أننا تعرفنا على الوسط فاش غادي نغرسو هاد الشجرات، يكون ماء ولا تربة ولا طقس، وتعرفنا على كيفاش خاصنا نختارو النوع ديال الشجر اللي غادي نغرسوه، وكيفاش نختارو له الحار، علاش خاصو يكون ملقم. وتنظن أننا اليوم يمكننا نبداو نوجدو الأرض اللي غادي نغرسوها. وبلا شك ان كل اخوان تيقدروا الاهميه الكبيره اللي عند هذا التوجد ديال الارض في المستقبل ديال الجنان والنجاح ديالو. وهذا التوجد يمكن يكون اولا بالحرث الغارق بزاف على كل بقعه تيتعدى الغرق ديالو نص متر، لكن خاصنا نتذكروا اننا كل قلنا بان الغرق فاش موجوده بياضه في الارض هو اللي تيحكم علينا وقت هذا الحرث الغارق بزاف. نزيد نقولوا كذلك ان هذا الحرث الغارق بزاف تيسهل بزاف عمليه الحفير ديال الحفاري فاش غادي نحطوا الشجرات. ثانيا يمكن يكون توجد الارض بالحرث بالموس في الخطوط فاش غادي تحطوا الشجرات، وبالطبع الخدمه بالموس ما يمكن تكون الا اذا كانت الارض يابسه تماما باش يمكن له يطقها من التحت ويهشها بلا ما يقلب التراب. وعلى هذا الشيء تتدار هذه العمليه ديال الحرث بالموس في الصيف. ثالث طريقه يمكن الانسان يوجد ارضو بها واللي غادي يغرسها الشجيرات هي الحفير المباشر ديال الحفاري فاش غادي يجيو الشجيرات. وهاد المساله في الحقيقه راها لازم منها يا بالحط يا بلا حط. وهاد الشيء علاش غادي نرجعوا نتكلموا عليها بتفصيل غدا ان شاء الله بحال هاد الوقت. ملاحظه اليوم فيما يخص كلامنا اليوم على توجد الأرض للغرس قبل من الحفير، دوينا على الحط الغارق والموس والحط العادي، لكن ما عرفتش واش الناس كلهم تيعرفوا أن في بعض المحلات المحجرة ولا اللي الأرض فيها مدقسة بزاف تيوجدوا الأرض ديالهم قبل من الحفير فاش غادي تحطوا الشجرات وتيهشوها بالمين، أي بالقنابل تحت من الأرض اللي تتطرطق وتتفرقع الأرض وتتشققها قبل ما يتحفروا فيها الحفاري، وتتولي النتيجة ديالها بحال إلا دوزنا الموس الغارق في الاتجاهات بجوج ديال البلاد. زيد على هذا الشيء أن حتى الحفير تيمكن لهم يديروه بالتراكتور مركبة من موراه حفارة تدور بالموتور وتتقلع التراب من غار الغار. هذا الشيء بالطبع إلا كان مشكل الخدمة القلال ولا قلت الوقت قدام الحفير. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.